انه انت سبب من اسباب مشاكل البلد الفنيه. انا بحب الشواز. شو صار انت وشمس غنير منين نجوى كرم من اول خبريه؟ اول ما قبل ما بلش نجوى مش هيك كيف مفكرين الناس، فكروا بعض العالم الناس مفكرين نجوى. نجوى انسان كثير منيح كثير مهم، لو ما كانت مهمه ما بقول مرحبا. انا رحنا بتور على امريكا، نحن هونيك رغبونا نشتري بيوت، بقى اتفقنا نشتري بيوت. جينا لهون على لبنان، اشترت هي من دون ما تقول لي. كان في شخص بدق أرض معها، شاف لها شركه بكندا اشترت 10 بيوت، كنت انا بعدني مش عارف شيء من شيء. المهم اتصلت فيها، اتصل فيي هو قال لي ما بدك تشتري؟ قلت له انا بلا. قال لي انه نجمه اشترت. قلت له لا ما قالت لي. قال لي خيي بسرعه عملناها هالشغله. اتصلت فيها قلت لها كيف بتشتري بيوت ما تقولي لي؟ قالت لي انا رايحه على امريكا بدك تروح تشتري؟ قلت لها بروح. رحت انا وياها ومدامتي شفنا شفت 7 بيوت. يعني مدام رندا كانت معكم كمان؟ يس طبعا اخذت مدامتي معي، لانه اذا بدك تشتري شيء بامريكا اذا مدامتك مش معك ما فيك تعمل شيء. بس لهيدا السبب اخذت مدامتك؟ لا روح انا ونجوى لوحدنا؟ ما بجوز. شفت انا 7 بيوت، في بيتين منهم حلوين كثير عجبوها لنجوى، لانه برمنا بوقت كان شوربه نار شيء بيقتل. برمنا كثير لقدرنا لقينا 7 بيوت، لقلي انا. في اي اشتريت 10، انا اشتريت 7. لما رجعنا على بيروت دقت لي قلت لي شو عملت؟ قلت والله اشتريت 5 بس، بدي ادفع بدي بعت اخذ 5. قال لي وهودي البيوت الحلوه غاليين شوي هن. قلت له والله مش ما عندي امكانيه اخذهم. قال انا بعطيك. قلت له كلك زر. يعني وقفت حدك نجوى كرم بازمتك؟ طبعا انا طالع لخبر الناس هيك. مش انت بتكتشفها انت الشغله، لكن توقف لي مثل هو تبع المخابرات هيك بحق جماد. ها خذ واعطي معي. اذا بتحب ترتاح تشرب شيء لانه شاي عندك شاي؟ ايه لانه اخذ شبت هوا بصدري. مهم طلعنا على شيء صرنا عندها، اتفقت انه يا عطتني المبلغ، اشتريت البيوت. قلت لها بس ما تحشريني تزرقيني بالدفع، لانه بتعرف الوضع هلا البلد تعبان وما في شغل وشغل خفيف ونحن بنضل نقدر نظبطها بس شوي شوي علي. قالت لي قد ما بدك وقت نحن وياك اهل. قلت لها اوكي. هل مضبوط مثل ما انكتب ببعض الصحافه انه في محل ملح الملكات نكر المبلغ اللي اخذه من نجوى كرم؟ لا وخاصه بروبورتاج ال بي سي. خليني اكمل لك. اوكي باقتصال هالشي كله هذا ما هيك؟ طيب بقى قلت لها ما تحشريني بهذا الموضوع، ما تزكيني يعني. قلت لها قلت من مهلك، لانه هي بدها اخذ هول بيتين. المهم ساعدتني وقف حد كتر خير. كنت انا شاري هون شغل كبير كثير دافع لها شيء 700 800 الف دولار. بدنا نرجع نروح على امريكا تنثبت الشغله مع شركه هونيك نسلمها البيوت هي الصيانه كل شيء والتاكس وكل شيء بياخذوا شركه. صار مشكله انا ونجوى بسبب طلعتها على تلفزيون تغني بسبب اطلالتها بارب ايدل وتغني لراغب علامة. برافو عليك، راغب واحلام. قلت لها سالتني قلت لي شو رايك؟ قلت لها لا انت ضيفه خليهن يغنوا لك مش انت تغني لهم. ما بعرف شو في بمخها شو صار ما بعرف. ليش غنيت لها؟ ما تسالني ليش غني. كل الضيوف اللي طلعوا بالبرنامج غنوا لها يا بغنوا له للضيف مش الضيف بيغني لهم، هو طلع ضيف لعندهم. المهم هلا مش مهم نختلف على هذا الموضوع. ما عجبتني القصه انا ثاني يوم دقت لي شو حضرت؟ قلت لها ما عجبتني. قلت لها طلعتي مثل القنبله النوويه وشوي نزلتي. انا هيدا ما حبيته وانا فنان بقشع، لانه الفنان اذا بيغلط غلطه زي اذا بيساير في بيقشط. خدم انا مني بالفن انا بعرف هذا الفن مش هين. بعد مدة عملنا عزمونا على عشاء حكيم سنان صاحبنا وصار هونيك القصه انفتحت وولعت القصه كثير. سمعتني حكي كثير قوي وانا سمعته حكي علقنا ببعضنا كرمال انه اعطيت رايك بصراحه بإطلاق التلفزيون. لانه ما بدي اياها كانت تغني لحدا، لانه بعرف انا الفنان اللي بيكون فوق ممنوع ينزل هيك بضل فوق لو غنت لمين ما كان. يعني من غيرتك على صار لي 40 سنه بالفن انا ما غنيت لحدا. خلي الناس يغنوا لك ما تغني لحدا. ابو مجد يعني من غيرتك على نجوى كرم؟ طبعا أوكي. طبعا أوكي. اختلفنا خلاف كبير كثير. ببعث لي خبر انه بدها تروح على امريكا لازم نروح معها. قلت له ما بدي اروح ما راح اروح الاجواء انا وياها مش كثير ولا عيني. المهم
بدق لي ابن اختي من هنيك قال لي خالو لازم تيجي تضبط وضع البيوت لانه عم يتفق مع الشركه مش عن طريق محامي لازم يكون عن طريق محامي. رحنا قعدنا 18 يوم هنيك شفته مرتين 18 يوم. النهار اللي زبطنا الوضع مع الشركه وصار في تغييرات هي اكتشفت في اغلاط وفي ناس اكلين كثير اخذين كوميسيون كثير من البيوت. زعلت قلت لي انا ما كنتش بتمنى يصير معك هيك انت كمان انا بتحمل انت ما بتحمل. المهم طبعا يعني نصبوا عليك وعلى نجوى بنفس الوقت اخذوا كوميسيون كثير. نحن هنيك بيجي شخص لبناني هو مرته شفتهم تحت فايتين هن وياها عرفتني علي طلعنا شربنا قهوه عندها انفتح الموضوع انا وياها لانه صرنا وين ما قعدنا ما نفتح الموضوع لا هي لا هي عجبها الشغله ولا انا عجبتني الشغله يعني خلص صار في نفور بين بعضنا. اوكي انفتح الموضوع زلمه بيقول لي معه حق الاستاذ بده مصلحتك ما بقدر هي لا مش همها هاي الشغله كلها ما بعرف شو مش عارف شو الموضوع ما بدي احكي اكثر من هيك بظهر انا بفل بيلحقني الزلمه قال لي انا بهاليومين انا رح ظبط الجو تتصالحوا مع بعض ما بيجوز انتم فنانين كبار وجايين تشتروا بيوت هون مع بعض ما بيجوز هيك ما زبط شيء في الليله من امريكا وصلنا على بيروت بعد شهرين بيجي الزلمه هو ذاته بيجي على بيروت نسميه المغترب حتى ما نضيع اوكي بدق لي قال لي شو كيف الاجواء انتم نجوى قلت له والله ماشي وقت ما رجعنا مع لا حكيتنا ولا حكيته وهي نجوى في عندها شغله بحبتهاش فيها ابدا انه وقت اللي بتزعل انت وياها بتسكر خطها وشتد عليك مدري عندها لزه بصير تشوف التليفون بس يدق انك انت عم بتدق او شيء كيف بدك تعتذر منها انت عم بتدق لا 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 انا حاولت دق ما كنت رد المهم حاول الزلمه يجمعني فيها ونتصالح ونخلص من هالموضوع هذا ما زبط نهار دق لتوني عنا قلت له يا توني في غنيتين عند نجوى او الي سجلناهم عندها نعمل الارضيه تبع الاغنيه الايقاع والكرات وشغلات مثل هن نعملها عندها بالبيت وكنت انا يومتها حطينا الكمانجات عند جو برجان وطلعنا اخذنا سيدينا نسمع لهم ضلوا عندها قلت له اذا بتريد عنها تنقل لي اياهم الاغنيتين قال طيب حكيتها انا يومتها ردت ما كيف ردت ما بعرف قلت له فيها الاغنيتين خلي عنها ينقل لي اياهم قلت له ايه انا بحكي معها انا شوي بعد الظهر انا كنت بالدبيه الناس اصحابي فوق بدق لي المغترب وينك قلت له بالدبيه قال لي بدي اجي لعندك قلت له دلنا اجا قال لي هذا العنقه طالب مبلغ كبير قلت له ليه قال لي عشان اغنيك وفي اغاني لها ما بعرف شو والعين راسها نجوى تلفن له يعمل هيك تلفن له شوف شو بده هلا هون التخطيط مشي في تخطيط في مؤامره لك بتعرف في لعبه بدها تصير قمت انا بقلب طيب سكت التليفون دقت له انا قال لي افتح السبيكر تبع التليفون فتحته انا قال له هلا هو اجى من هون ويعني تمي رح يصير على تمه قد ما هاجم علي انا مش عارفه صرت مستحي من العالم اللي قاعد في شي 50 زلمه قاعد صرت انا اطلع لفوق انه ما حدا شفنا عم بطني هيك الزلمه غيته حكيت انا بتعرف العنقه حكي كلام سابسب وطلع ونزل ما بعرف شو بده يكون يمكن حق وهذا مش عارف شو في بين بعض كان المثبت لنجوى كرم ايه مش مثبت كلام قاسي هيك وانا صار لي 17 انا وانا 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 بياخذ تاني شو اخونا سجل له حاطط التليفون هون هو ليش على بطني هيك تيسجل عشي بسمع الكلام العنقه طبعا ولعت ثاني يوم دقت له انا قال لي يا عبي الشوم يا استاذ ولو انا بحبك وبحترمك كيف بتعمل قلت له يا ابني شو في؟ قال لي كيف بتسجل لي صوتي وتبعته لنجوى؟ قلت له انا انت اكثر واحد بتعرف انه انا ما بعرف استعمل التليفون غير يا برد يا بدق اكثر منك ما بعرف انجليزي هلا صار يحطه عربي ما بعرف المهم شرعت شوي انا وياه قمت انا تلفنت لنجوى قلت هلا بتخبرني شو الموضوع ما حكيت له كلمه قلت لي انا ما بدي العن اجي نقلون انا بشوف حدا قلت له مين بدك تشوف قلت بشوف جو قلت له طيب ثاني يوم جو بدق لي جو باروجيان طلع نقل الاغاني وبس خلص قال له ست نجوى هودي السي دي رح اعطيها للاستاذ ملحم كان هو هي قاعد وهي والمغترب على البلكون برا قام هو شو قال له المغترب قال له اعطيني السي دي انا بعطيه لملحم هو ناس اللي بدق لي جو قال لي في شخص هيك اخذ هو السي دي قلبي قلت له ايه مش مهم انا بحكي بياخذوا منه طب ما انبالي انا بعد يومين دقيت له انا للمغترب
المغترب هو ذاته اللي كان بامريكا واجا هو مدامته. صح صح صح, 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 صح يعني اليوم فينا نقول انه انت عم تتهمه انه هو السبب خلاف نجوى مع كتار. مش بس هو, مش هو بس يعني سبب خلاف نجوى كلام معك ابن اختها كمان منه هين واجا هذا كمان زاد زيتين بله. يعني هلا طارق ابو جوده هو مدير, مدير اعمال. هلا خلينا نكمل القصه ما تقطشني مشان ما تضيع العالم. هذا بينعمل مسلسل انتبه. ما انا كنت بدي اسال دقيت له رد علي قلت له وينك؟ قال لي عند نجوى. قلت له عظيم انت السدي معك ما هيك تبع الاغاني؟ قال لي ايه. قلت له كيف بدي الشفر تعطيني هون؟ قال لي صعبه. قلت له شو صعبه؟ قال لي في شرط. قلت له شرط شو؟ قال لي نحن قررنا نحن قررنا تعطينا المصريات تبع نجوى نعطيك الاغاني. يعني عم بيحكي باسمه وباسم نعم. نجوى كرم. قلت له يا زلمه ما تحط هيدي مقابل هاي. اول شيء انا متفق مع نجوى امتين بدي اعطيها المصريات وانا متفق معه. اعطيني احكي معه. قال لي حي عندها ناس. قلت له طيب فوت للتليفون. قال لي ما فيني. هودي الكلام من قال لي انا ولع راسي. قال له احترامك طير هو شيء هو بس انت ممكن ان هو يتصرف من راسه بدون موافقه مسبقه من طبعا في اتفاق. يا في اتفاق يا هو عم بيخترع شغلات ليبعدك طبعا هون بعد العنقه بده يبعدني بده يبعد كم واحد كمان حواليه. شو العلاقه اللي كانت بينه وبينه يعني ليش انه هو بده ياثر عليها؟ ما بعرف ما بعرف هو مش هين كيف سجل له للعنقه هلا هو بده يكمل بس شو مستفيد من هذا الشيء؟ شو المستفيد منه؟ ما بعرف فيك تدق تساله. اوكي المهم دقنا له ثاني يوم ما رد علي. دقت له نجمه ما رد علي. ثلاث اشهر انا بدأت ما حدا رد علي. يعني حجزوا الاغاني مقابل المصاري؟ ما هيك طبعا. تعطينا هون نعطيك هون. بس انت عم تدق لغايه هن منهم بقيمه يعني الاغاني شو حقهم؟ شو بكلفوا الاغاني؟ 30 40 الف قبل 300 الف يعني مشي بس انه هذا 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 خلاف بده يوقع خلاف بينه وبين نجوى. امتى انا صرت دق دق هون النهار دقيت هيك طلع هذا الرقم خارج التغطيه خارج الخدمه. انا لا كيف انا احكي بعد هذا ما تعرف شو بدي اعمل. المهم راحت القصه شو سنه لهني تلفنوا لي وانا دق دق. انت مدقدق لشو؟ بدي اعطيها مصرياتها. بدي اشوف شو بدي اعمل انا وياها. بس هي بتقول ماشي هي بتقول هي تدق لك انت ما ترد ولا مره وحياتها لثلاث سنين يدقوا لك وحياتها بحلف لك بصوتي وحياتها ولا مره. انا الرجل ما بيكسب عيب قول الكلمة. هلا بنحكي بعدين موضوع كيف نحط عني انه انا كذاب عم بشم علي. مهم راحت ايام مدة شي سنة سنة وشوي امت انا دقيت ردت. ما ايام بيكون معي انا قادر اعطيها اياهم ايام ما بيكونش معي بيكون شاري شي شغلة شي قصة ما اعرف شو كان معي يومتها ردت علي قالت لي انا قلت لها بدي اخلص هالموضوع ضميري كثير تعبان يا نجوى بدي اخلص هالموضوع انتبه انا اعطتني المصريات ما فيش ولا ورقه وقلم ولا سند ولا شيء بيني وبينها انتبه لو بتتشكى علي 20 سنه ما فيها تحصلهم مني عشان عندي ضمير انت وقفت حدي ممكن انا وانا قايل لها ما دام قلت لها نجوى بدي مني 300,000 هودي اماني برقبتك اذا بصير لي شيء ما بتعرف بصير شيء بصير فيه قالت لي مدام طيب ليش ما بتعملوا ورقه شيء؟ قالت لا لا انا عندي ابو مجد بالدنيا وانا بخاف منه ولا انتبه هذا كله نقال 300 او 320,000 300,000 وال20 دفعهم فارس كرم شو هاي؟ ال20,000 ما معك خبر لا فارس كرم دفع 20,000 تكفي 300,000 يعني 320,000 معقولي حضرتك دفعت 300,000 معقولي نجمة كرم بتاخذ 20,000 من يعني مش نعوذ بالله أبصد. يمكن نجوى ما مش هالقد نجوى يمكن نجوى ما معها خبر بس نجوى كرم مش هالقد لانه عم بيحكوا يعني الحكي كثير بكثر يعني اذا فارس كرم دافع ال20 بدي ريح بدي ريح اذا دفع الى هي هي اخذتهم برد لهم طبعا بس ما بفتكر تعملها نجمة مش هيك نفسيتها لا لا المهم حكيت معها قالت لي انا رايحة على عمان عندي حفلة تنين بس ارجع بندق لك نتعشى نحن وياك وبننهي الموضوع قلت له اوكي مرق 700 تنين ما في حدا في حدا اكثر من مره نزار فرانسيس شاهد قال له يا نزار تلفن لا انت يتلفن ما ترد قلت له بعت له مسج بعت له ما ترد اكثر من ثلاث اربع مرات عملنا هذا الشغل اخر شيء قلت له بشرفك طلع لعنده انت قال لي خيم مش عم ترد علي عم تقلل الاحترام معنا طب كيف بدي اطلع قلت له كرامتي انا ما بده
حكيت مدامتي سألت قال له لمسافرة. نهار كنت بدي اشتري ارض بالراس قلت له يا نزار قبل ما اشتري الارض خلينا نتلفن يا نزار تلفن مرض لك ايش ترد علينا نهائيا عندي هيدي خصلي انا ما حبيتها فيها وبعتني لي مسج اللي اشتريت الارض انا اشتريت الارض ما شو بدي ضل قاعد ناطر سنين او ما ترد شو بعمل يعني شو بدي اسوي بعتها دركي يعني انه ترد علينا او ببعتها كوا امن ديك شو بدي ابعتها بي. لانه وقت الانسان بتلفن لك ما بترد انت بتنهان تحس باهانه يعني انسى الموضوع انا خلين ما يردوا هن حرين منيح بعد ما اشتريت الارض بالراس امنا بعتني لها مسج وهذيك مره قلت لي هذا المحامي تبعت له عنده قال لا قلت له انا بعت لي مره مسج انه هو بيعطيني بيوت امريكا بقبل هو قبل المبلغ بقبل انا رفضت ما قبلت هذا بعد ما حلينا الموضوع كنا قاعدين مجموعة هيكي ماشي وأما شباب أصحابي صار في شكاوي بعد تخيطوني ياطوني يروح علي في عندي قبضة بدي بيع أرض 20 يوم ضيع السكتة بقى احترق بمكتب المهندس عم بيعمل المهم بعدين طال بعرش واحد من بيت أبو شقرة هذا الفظيع اللي من صاروا يدخلوا العالم أنا بلش اتضايق عصب هذاك من أمريكا جاي من أمريكا بدي حل بدي أنا بحبك وبحب نجو بدي حل المشكلة أي مشكلة ما فيش مشكلة أنا ونجوى هو شو اللي زعجك؟ اللي زعجك إنه عم يتهموك إنه أنت عم تاخد مصاري نجوى كرم مش عم ترجع لها إياها يعني اتهموك بأكثر من اتهم على الإنترنت عم بيقولوا صعب بيقولوا هديتو إياهون شوي رجعت بدي إياهون شوي بيقولوا بدي يكونوا عليا وشم أخي بدي ريح الناس يعني اتهموك بكتير صفات بشعة يعني مش هيك يعني ملحم بركات نصب على نجوى كرم ملحم بركات كذب على نجوى كرم مش هيك أيضا اللي زعجك نجوى كرم مش هيك أنا بعرف مين اللي عم بيعمل الشغل حواليا أنا بعرف طبعاً نجوى كرم كامشي عليك تشكيت أبو مجد ممكن من خلاله تفوتك على الحبس أنا؟ مع تشكيت من إيه بلك؟ أتمنى ترفع دعوة علي هلا قبضت مصير ترفع دعوة وشوفوا ماذا تصير هي وين بدأت بس عيب نحكي بالموضوع هاو تشكيت باسمي أنا كيف يحمعوا؟ شو ما صار إذا بتفتح دعوة علينا هودي شو ما صار بدها هي تنضر مش أنا بس في انذار وجه انا في انذار وجه ممنوع تجيب سيرتها اليوم عملوا ضغوط كثير اليوم في انذار وجه ممنوع تجيب سيرتها لنجوى كرم وين شوف الانذار نحن وياك بنشوفه اي انذار في انذار وجه شوف وانا شوف الانذار انذار من شمس الغنيه اللبنانيه نجوى كرم للال بي سي اي شو ليش خيفانين ابو مجد ليش خيفانين شوفي انت كنت ملتزم ما تجيب سيرتها لحد ما هي عرضت تشكت انا متفق معها ولو ما قلت لي انا قلت لي اوعى تحكي لحدا يوصل لاهلك بيزعلوا انك انت اعطيتيني 300 الف عيب فهمت علي كيف لانه ما بعرف قد ما يكون شو ما كان ليش اعطيتيهم ولا شو اعطيتيهم ما بعرف ما بفكروا انه ما بعرف وشو الصفه اللي اعطيتيه 300 الف بدون اي ورقه يعني امنا اجل حج لعندي صار مشكله أنا تشكيت دغري عليه لأنه قالوا لي قوصت عليه؟ أعوذ بالله بمحضر بالمحضر اللي طلع فيه إنه ملحم بركات مقوص بالأرض عندي أنا دماغي كثير صغير لحتى مثلا أوصي وقتله وروح أقعد بالسجن الرومي أنشر الدياب على الشبابيك أنت ما قوصت عليه؟ أنا أعملها أنت قوصت بالأرض 50 سنة ولا شيء 50 سنة صار لي بركض عملت اسمي ملحم بركات بيجي بروحه هيك كيف كيف هالمنطق؟ ما بجوز أنا عندي دماغ أبو مجد أنت غيرت بحكيك يعني اعتبروا الصحافي والبعض هلا رح نفرجيك خليني أقول لك لمن صارت القصة هيك وإجا خيّا ما بعرف شو قمت أنا قلت ساعتها شو بدي أعمل عم بيعملوني معاملة مش كويسة قمت أنا طب تبعتي ما فكرت تبعتي خيك يمكن خيك يصير مشكلة إنه نقوص بعض نقتل بعض مش اثنين مجانين مثلا ما فكروا هي كانت موافقة إنه يطلع الحج ما بعرف أنا هذا اللي دوخ لي راسي صرت خايف أنا يكون الحج سامع ان اخته بدها مصاري من عم طالع عندي ده يخدهم او ما انا ضحت مضيت اتفاقيه بينك وبين نجوى كرم انه ما بتجيب سيرتها ابدا لا 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 فيش اتفاقيه هاي ما بتمشي الاتفاقيه فلت على عمان على ابو ظبي عم عندي حلقه بدي اصورها قبل ما افوت على الحلقه بساعه اجاني خبر انه نشرت تشيك على التلفزيون طب ليه طب ليه تشيك والتنازل ايه ليه بدها تبين حقها لانه ابو مجد هي بينت بصوره بمرحله انه هي متهمه فهون عم تبين حقها هي انه انا كان بدي منه مصاري وهيدا الدليل ردت نجوى كرم عبر تويتر بطريقتها الخاصة خلينا نشوف سوا شو قالت نجوى كرم
قالت بشكر دعمكم، بعرف ما بتحبوني انزل لهالمستوى، بس في ناس لازم نحط لهم الملح بالشاي تيملح. شو قصده بهالمستوى ابو مجد؟ في ملح بالشاي؟ شو قصده بهالمستوى؟ طيب شو بدي رد؟ يعني ما فيني انا رد اوصخ بكلامي. وصاحب الحق سلطان شو يعني؟ وهذا الموضوع انا مش من شيمي هاي الشغله. بكل حال بتحبها لنجوى كرم مغروم فيها؟ مين؟ حضرتك؟ انت اعلنت بسيدتي. تسلم لي، وقت الواحد بزبك ما بتسبه. بدك تسبه. ليك بنت بيت وبتقدميه وكويسه وحلوه وكل شيء. بس ما انتوا بتعرفوا انا زوقي بالنسبه للستات. انتوا بتعرفوا. انا وقت طلعت من سنتين هذه الخبريه حب وما حب كنا مشان برنامجها. السنه طلعوا هي وعلي راح البرنامج بالارض. تدخل عاصي الحلاني وتدخل فارس كرم لمصالحه نجوى كرم، انت مره رفضت؟ بشوف. انت متهم انك رفضت انك تصالحها. قلت له انا ما عندي وين حل المشكله، بس ما بدي اجتمع معه. ما بدي اشوف، ما بدي اجتمع معه. لانه مش هيك كنا متفقين. مش هيك كنا متفقين. هذا اللي اخذ على خاطري هلا. انا عم بعمل هاي المقابله مش لا احكي كلام مش منيح. لا نجوى لهلا برجع بقول لكم شو ما صار. نجوى كرم مش هيك، مش هيك. انا كنت عيط لها الحنونه قد ما انسانه طيبه وبتساعد وبتقف حد الناس، بس خربت الامور تباعدونا.